ده لازم انتم كمان مع اللي موكلينكم بهذا الملف تفهموه انه هذا ضد اراده الاهالي، والاهالي ما بيريدوا انه يمدوا خطوط توتر عالي فوق بيوتهم. ده بيخص صاحب المشروع صحيح، وهو كهرباء فرنسا. صحيح صحيح، بس انتوا عم تضيعوا وقت هلا هيك. معلش برضو انا مرتبط بعقد، ما اقدرش اخذ نفسي ماشي الحال. ماشي، هو مرتبط بعقد. نحن ما عندنا شيء ضدك يا اخي. نحن مش ضدك. لا ولا انا ضدك. ما عندنا شيء ضدك ولا انا ضد اي حد. قلت لك ابو كلا ما بدنا نتهجر من بيوتنا. هكذا استقبل اهالي بلده المنصوريه ممثل الشركه المصريه التي تعمل لصالح مجلس الانماء والاعمار والمكلفه ربط شبكات التوتر العالي لكهرباء لبنان. حركوا الدواليب، أقفلوا الطرقات بالحجار، ورفعوا اللافتات المنددة بالمشروع، مؤكدين أنهم لن يتراجعوا مهما كلفهم الأمر، لأن المشروع مضر بصحتهم وصحة أولادهم. وكان لافتا في التحرك مشاركة طلاب المدارس الذين وزعوا وردة لكل عنصر أمني. نحن ما عم نعتدي على حدا، نحن مش معتدين لا أملك دولة ولا معتدين على أملك حدا. نحن بنعتبر أنه خط التوتر العالي اعتدي على أملكنا. نحن ما عم يتحدى حدا، بس ما بدنا نتهجر من بيوتنا. ما عنا غيرهم، ما عنا الإمكانيات نشتري غيرهم. لن تمر خطوط التوتر فوق منازلنا ورؤوسنا، عبارة رددها أهالي المنصورية مرة جديدة صباح الخميس، مؤكدين أنهم تحت القانون ولا يبنون على الأملاك العامة، بل يطالبون بحماية عوائلهم.